أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أكرمنا بلقائك، اللهم أكرمنا بلقائك. يا دجيان يا دجيان، اللهم يا رب شفع فينا القرآن، اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم يا رب يا مغيث أغثنا أغثنا يا نعم المولى ونعم النصير. إلهنا 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 إلهنا، رجاؤنا الوحيد هو أنت، رجاؤنا الوحيد هو أنت. يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم يا رب رجع لنا طفلنا ريان، اللهم يا رب أخرجه لنا سالما معافى، سالما معافى. الأمة الإسلامية كلها تدعو له، فاللهم يا رب استجب دعاء هذه الأمة، اللهم يا رب استجب دعاء هذه الأمة. قريبا غير بعيد، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم يا رب خفف عليه، اللهم يا رب أنزل عليه الرحمات، اللهم يا رب أذهب البأس، اللهم يا رب الناس أذهب البأس. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يلقي ألما ولا يلقي ألما ولا يلقي ألما. اللهم يا رب رده إلى أسرته الصغيرة سالما معافى، وإلى أسرته الكبيرة سالما معافى. طلبناك وترجوناك، فيا رب لا تردنا خائفين، فلا تردنا خائفين. يا نعم المولى يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك، اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. إنك على كل شيء قدير. الذين سهروا والذين حفروا والذين أقاموا، اللهم يا رب عشر خطواتهم، اللهم يا رب عشر خطواتهم، اللهم يا رب اجعل كل خطوة حسنة، اللهم يا رب اجعل كل خطوة حسنة. السلطة وكلهم أجمعون، اللهم يا رب تقبل منهم، اللهم يا رب تقبل منهم، اللهم يا رب تقبل منهم، اللهم يا رب تقبل دعاءنا، اللهم يا رب تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا وسجودنا. نحن بين يديك يا الله يا الله، نحن بين يديك، نحن بين يديك يا الله يا الله. يا ودود يا رحيم يا عزيز يا عزيز. إلهنا إلهنا إلهنا، أصلح هذه الأمة، أصلح هذه الأمة. اللهم يا رب ردنا إليك ردا جليلا، اللهم يا رب من هذه اللحظة أن تكون عبرة لنا،
أن تكون عبرة لنا، وأن نراجع أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا. اللهم يا رب أصلح شباب الأمة كافة، اللهم يا رب أصلح شباب الأمة كافة، اللهم يا رب أصلح شبابنا، شبابنا وعلمائنا وذرياتنا وأمهاتنا ونسائنا وأزواجنا وأطفالنا وأطفالنا وأطفالنا. اللهم يا رب اسقنا غيثا نافعا، اللهم يا رب اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب انصر جلالة الملك محمد السادس، اللهم يا رب انصره نصرا عزيزا يعز به الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب احفظ أسرته الشريفة، اللهم يا رب احفظ أسرته الشريفة، جنود الخفاء، جنود الخفاء. اللهم يا رب هم تقبل منهم، اللهم يا رب تقبل منهم، اللهم يا رب تقبل منا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما